السلام عليكم ورحمة الله أعزائي التلاميذ، وأهلا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي سنخصصه لتقديم ملخص للدرس المستقيم في المستوى. المعلم والإحداثيات. المعلم في المستوى. التعريف الأول: ثلاث نقط غير مستقيمية تعرف معلم في المستوى. التعريف رقم 2: ليكن OEJ معلم في المستوى، نضع المتجه E تساوي المتجه OE والمتجه G تساوي المتجه OG. المثلوث OEJ يسمى معلم للمستوى. الزوج EJ يسمى أساس للمستوى. النقطة O تسمى أصل المعلم. المستقيم OE يسمى محور الأفاصيل. المستقيم OG يسمى محور الأراتيب. OEJ يسمى معلم متعامد إذا كان المستقيمان OE و OG متعامدين. OEJ يسمى معلم متعامد منظم إذا كان المستقيم OE عمودي على المستقيم OG والمسافة OE تساوي المسافة OG. إحداثيات نقطة. إحداثيات متجهة. أولا إحداثيات نقطة. تعريف: ليكن OEJ معلم في المستوى. لكل نقطة M من المستوى يوجد زوج وحيد XY لأعداد حقيقية، بحيث المتجه OM تساوي العدد الحقيقي X عامل للمتجه E زائد Y عامل للمتجه G. الزوج EJ يسمى زوج إحداثيات النقطة M، ونكتب M بين قوسين XY أو M بين قوسين XY عموديا. X يسمى أفصول النقطة M، Y يسمى أرتوب النقطة M. نتيجة: لتحديد زوج إحداثيات نقطة M في المعلم OEJ نكتب المتجه OM بدلالة المتجهتين E و G. إحداثيات متجهة. تعريف: ليكن OEJ معلم في المستوى. لكل متجهات E من المستوى يوجد زوج وحيد XY لأعداد حقيقية، بحيث المتجه E تساوي X في المتجه E زائد Y في المتجه G. الزوج XY يسمى زوج إحداثيات المتجه E، ونكتب E بين قوسين XY أو E بين قوسين XY عمودياً. X يسمى أفصول المتجهة U و Y يسمى أرتوب المتجهة U. ملاحظات: تساوي متجهتين لتكون U ذات الإحداثيات XY و V ذات الإحداثيات X'Y' متجهتين من المستوى. لدينا المتجهة U تساوي المتجهة V، هذا يعني بأن X يساوي X', يعني الأفصولان متساويان، و Y يساوي Y', الأرتوبان متساويان كذلك. إحداثيات المتجهة AB. لتكن A ذات الإحداثيات XA YA و B ذات الإحداثيات XB YB نقطتين من المستوى. لدينا زوج إحداثيات المتجهة AB هو XB ناقص XA YB ناقص YA. إحداثيات مجموع متجهتين. لتكن U ذات الإحداثيات XY و V ذات الإحداثيات X' و Y' متجهتين من المستوى. لدينا زوج إحداثيات المتجه U زائد V هو X زائد X' و Y زائد Y'. إحداثيات جداء متجهة وعدد حقيقي. لتكن U ذات الإحداثيات XY متجهة من المستوى وألفا عدد حقيقي. لدينا زوج إحداثيات المتجهة ألفا U هو ألفا X ألفا Y. إحداثيات منتصف قطعة. لتكن A ذات الإحداثيات XA YA و B ذات الإحداثيات XB YB نقطتين من المستوى. لدينا زوج إحداثيات النقطة E منتصف القطعة AB هو XB زائد XA الكل مقسوم على 2، YB زائد YA الكل مقسوم على 2.
المسافة بين نقطتين لتكن A ذات الإحداثيات XA YA و B ذات الإحداثيات XB YB نقطتين من المستوى المنسوب إلى معلم متعامد منظم. لدينا المسافة بين النقطتين A و B هي المسافة AB تساوي منظم المتجهة AB والذي يساوي الجذر مربع ل XB ناقص XA الكل أس 2 أفصول المتجهة AB أس 2 زائد YB ناقص YA الكل أس 2 أرتوب المتجهة AB أس 2. استقامية متجهتين تعريف: لتكن U ذات الإحداثيات XY و V ذات الإحداثيات X'Y' متجهتين من المستوى. العدد الحقيقي XY' ناقص X' عفوا Y يسمى محددة المتجهتين U و V. نرمز له ب D U V ونكتب محددة المتجهتين U و V تساوي XY' ناقص X'Y. هنا العمود الأول يحتوي على إحداثيات المتجهة U المتجهة الأولى، والعمود الثاني يحتوي على إحداثيات المتجهة V. خاصية: لتكون U و V متجهتين من المستوى ألفا وبيتا عددين حقيقيين. لدينا محددة المتجهتين U و V تساوي ناقص محددة المتجهتين V و U. محددة المتجهة ألفا U و V تساوي ألفا في محددة المتجهتين U و V. محددة المتجهتين U و ألفا V تساوي ألفا في محددة المتجهتين U و V. محددة المتجهتين ألفا U و بيتا V تساوي ألفا بيتا في محددة المتجهتين U و V. محددة المتجهتين U و U تساوي صفر. ثم محددة المتجهتين المتجهة المنعدمة والمتجهة U تساوي الصفر. خاصية 2: المتجهتان U و V مستقيميتين إذا وافقت إذا كان محددة المتجهتين U و V تساوي صفر. المتجهتان U و V غير مستقيميتين إذا وافقت إذا كان محددتهما تخالف الصفر. المستقيم في المستوى: مستقيم معرف بنقطة ومتجهة. تعريف: لتكن A نقطة من المستوى و U متجهة غير منعدمة. مجموعة النقط M التي تحقق العلاقة المتجهة AM تساوي K في المتجهة U بحيث K عدد حقيقي. هي المستقيم المار من النقطة A والموجه بالمتجهة U، ونكتب المستقيم D المار من النقطة A والموجه بالمتجهة U. ملاحظات: النقطة M تنتمي إلى المستقيم D المار من النقطة A والموجه بالمتجهة U، تكافئ بأن المتجهتين U و AM مستقيميتين. إذا كانت U و V متجهتان مستقيميتان، فإن المستقيم D المار من النقطة A والموجه بالمتجهة U هو المستقيم D المار من النقطة A والموجه بالمتجهة V. المستقيم AB موجه بالمتجهة AB. التمثيل البارامتري لمستقيم: تعريف: لتكن A ذات الإحداثيات XA YA نقطة من المستوى و U ذات إحداثيات ألفا بيتا متجهة غير منعدمة. النظمة X يساوي XA زائد ألفا T، Y يساوي YA زائد بيتا T بحيث T عدد حقيقي. تسمى تمثيل بارامتري للمستقيم D المار من النقطة A ذات الإحداثيات XA YA وموجه بالمتجهة U ذات الإحداثيات ألفا بيتا. ملاحظة: كل مستقيم أو لكل مستقيم ما لا نهاية من التمثيلات البارامترية. معادلة ديكارتية لمستقيم: تعريف: المستوى منسوب إلى معلم OEJ. كل مستقيم في المستوى يقبل معادلة ديكارتية على الشكل AX زائد BY زائد C تساوي صفر، بحيث الزوج AB يخالف الزوج صفر صفر. خاصية: المعلم منسوب إلى معلم OEJ
لتكون أ و ب و س أعداد حقيقية بحيث الزوج أ ب يخالف الزوج 00. مجموعة النقط M ذات الإحداثيات XY من المستوى التي تحقق AX زائد BY زائد C تساوي 0 هي المستقيم الموجه بالمتجهة U ذات الإحداثيات ناقص B A. مستقيمات خاصة: المستقيم الموازي لمحور الأراتيب خاصية، المستوى منسوب إلى معلم OEJ. يكون مستقيم موازي لمحور الأراتيب إذا وافقت إذا كانت له معادلة ديكارتية على الشكل X يساوي A. المعادلة الديكارتية لمحور الأراتيب هي X يساوي الصفر. المستقيم الموازي لمحور الأفاصيل خاصية، المستوى منسوب إلى معلم OEJ. يكون مستقيم موازي لمحور الأفاصيل إذا وافقت إذا كانت له معادلة ديكارتية على الشكل Y يساوي A. المعادلة الديكارتية لمحور الأفاصيل هي Y يساوي 0. المعادلة المختصرة لمستقيم خاصية: المستوى منسوب إلى معلم OEJ. يكون مستقيم D غير موازي لمحور الأراتيب إذا وافقت إذا كانت له معادلة ديكارتية على الشكل Y يساوي MX زائد P. العدد الحقيقي M يسمى المعامل الموجه للمستقيم D. العدد الحقيقي P يسمى الأرتوب عند الأصل للمستقيم D. المعادلة الديكارتية Y يساوي MX زائد P تسمى المعادلة المختصرة للمستقيم D. ملاحظات: إذا كان OEJ معلم متعامد ممنظم فإن العدد الحقيقي M يسمى ميل للمستقيم D. المعادلة المختصرة للمستقيم D المار من أصل المعلم تكتب على الشكل Y يساوي MX. إذا كان M يساوي 1 فإن Y تساوي X هي المعادلة المختصرة للمستقيم D، وتسمى في هذه الحالة بالمنصف الأول للمعلم. الأوضاع النسبية لمستقيمين في المستوى خاصية ليكون أو المستوى منسوب إلى معلم OEJ. يكون المستقيمان D ذو المعادلة الديكارتية AX زائد BY زائد C بحيث الزوج AB يخالف الزوج 0 0، و D' ذو المعادلة الديكارتية A'X زائد B'Y زائد C' تساوي 0 بحيث الزوج A'B' يخالف 0 0، متوازيان إذا وافقت إذا كانت هذه المحددة تساوي 0، أي العدد الحقيقي AB' ناقص A'B تساوي الصفر. يكون المستقيمان D و D متقاطعين إذا وافقت إذا كانت هذه المحددة تخالف الصفر، أي العدد A'B' ناقص A'B يخالف الصفر. ملاحظات: المستوى منسوب إلى معلم OEJ. المستقيمان D المار من النقطة A والموجه بالمتجه U، و D' المار من النقطة B والموجه بالمتجه V متوازيان إذا وافقت إذا كانت محددة المتجهتين U و V تساوي الصفر. المستقيم D المعرف بالمعادلة الديكارتية Y يساوي MX زائد P، و D' المعرف بالمعادلة الديكارتية Y يساوي M'X زائد B' مستقيمان من المستوى. يكون D و D' متوازيان إذا وافقت إذا كان M يساوي M'، والمستقيمان D و D' يتقاطعان إذا وافقت إذا كان M يخالف M'. نقطة أو إحداثيات نقطة تقاطع المستقيمين هي حلول أو هي حل النظمة المكونة من معادلتي هذين المستقيمين. بهذا أعزائي نكون قد أنهينا هذا التلخيص، فأشكركم على حسن الانتباه والمتابعة، وإلى الفيديو المقبل بحول الله.